في سورتان من القرآن الكريم يخبرنا الله سبحانه مما خلق جنس الإنسان، أي خلق الزوجين الذكر والأنثى. ولكن قبل أن نرى تفاصيل هاتين السورتين، أدعوكم لمشاهدة كيفية عملية تحديد الجنس عند البشر وفقا للعلم الحديث. يتكون جسم الإنسان من بلايين الخلايا، كل خلية تحتوي على نواة، في كل نواة 46 كروموسوم، أين يتم تخزين كل المعلومات الوراثية للإنسان. هذه 46 كروموسوم تنقسم إلى 23 زوجا، 23 كروموسوم من الأم، و 23 كروموسوم من الأب. ويتكون كل كروموسوم من شقين اثنين مماثلين لبعضهما البعض، يدعى كروماتيد. إذن في الخلية كل كروموسوم مزدوج، أي ممثل بنسختين كروماتيد طبق الأصل. أزواج كروموسومات المرقمة من 1 إلى 22 هي المتجانسة، وتسمى الصبغيات الجسمية المتجانسة أوتوسوم. أما الزوجين المرقمة 23 تدعى الكروموسومات الجنسية، والتي تحدد جنس الفرد. الأنثى لديها كروموسومين X2، بينما الذكر لديه كروموسوم X وكروموسوم Y. عند تكوين الجنين 23 كروموسوم أحادي الكروماتيد للبويضة يلتقون ب 23 كروموسوم أحادي الكروماتيد للحيوان المنوي سبرماتوزويد. البويضة تحمل دائما الكروموسوم X، في حين أن الحيوان المنوي يحمل إما الكروموسوم X وإما الكروموسوم Y. قبل الاختصار أو الاتحاد مع البويضة، الآلاف من الحيوانات المنوية تصل إلى البويضة، والكل محاولا اختراقها لغرض تخصيبها. إذا كان الحيوان المنوي الذي يخترق البويضة يحتوي على كروموسوم X، فإن الطفل يكون بنتا. من ناحية أخرى، إذا كان الحيوان المنوي الذي يخترق البويضة يحتوي على كروموسوم Y، فإن الطفل يكون ولدا. وفي الختام، جنس الإنسان يعتمد فقط على الحيوان المنوي للأب، فإذا كان الحيوان المنوي لديه كروموسوم X فالطفل فتاة، وإذا كان الحيوان المنوي لديه كروموسوم Y فالطفل ولد. في كل الحالات فإن الأم لا تعطي إلا بويضات ذات كروموسوم X. وأخيرا تبين لنا أن جنس الإنسان يعتمد على الحيوان المنوي للأب X أو Y دون الأم، لأن الأم في كل الحالات لا توفر إلا بويضات ذات كروموسوم X. والعجيب أن هذه الحقيقة العلمية مذكورة مرتين في القرآن الكريم، نص يرجع تاريخه إلى القرن السابع. هل حقا تطرق القرآن الكريم لخلق جنس الإنسان؟ نعم، لقد بين الله سبحانه وتعالى في موضعين اثنين مما خلق الزوجين الذكر والأنثى. الموضع الأول يتعلق الأمر بالآية 45 والآية 46 من السورة رقم 53، أي سورة النجم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. إذن حسب الآية 45 يبين لنا المولى سبحانه وتعالى أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، أي خلق للإنسان الإمكانية أن يكون ذكرا أو أنثى. وفي الآية 46 يبين لنا سبحانه وتعالى أن هذه الإمكانية الحتمية أن يكون الإنسان إما ذكرا أو إما أنثى خلقها سبحانه من نطفة إذا تمنى، أي
من مني الرجل؟ وفي 1905 اكتشف علم الوراثة هذا الذي يقوله القرآن الكريم، أن جنس الإنسان يؤخذ من مني الرجل. أما الموضع الثاني يتعلق الأمر بالآيات من 36 إلى 40 من السورة رقم 75 القيامة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ في الآية 39 لاحظ في معنى فجعل منه أن الهاء تشير إلى الضمير المذكر الوحيد في الآيتين 37 و38 ألا وهو مني، لأن نطفة وعلقة كلاهما مؤنث، إذن فجعل منه يدل على المني، والآية 39 معناها فجعل من المني الزوجين الذكر والأنثى. للتنبيه ذهب بعض المفسرون إلى أن الضمير ها يعود على الإنسان المذكور في الآية 36 ليصبح معنى الآية 39 فجعل من الإنسان الزوجين الذكر والأنثى، إلا أن الآية 46 من سورة النجم تضعف هذا القول لصالح المني. خلاصة هذه الآيات من السورة 75 القيامة تثبت ما أكدته بوضوح آيات السورة 53 النجم، أن الزوجين الذكر والأنثى خلقهم الله سبحانه من مني يمنى أي من ماء الرجل، إلا أن هذه المعلومة لم يدركها العلماء إلا سنة 1905. في عام 1905 نيتي ماريا ستيفنس وإدموند بيتشر ويلسون مختصين أمريكيين في علم الوراثة اكتشفا بشكل مستقل أن أساس تحديد الجنس يعتمد على وجود أو عدم وجود كروموسوم إيغريك. هذا الاكتشاف لم يكن ممكنا إلا من بعد ما اكتشف الكروموسوم في نهاية القرن 19. إذا كانت هذه الحقيقة المتمثلة في القول بأن جنس الإنسان يقتصر على مني الرجل لم تدرك إلا منذ القرن 20، كيف يفسر وجودها في القرآن الكريم الذي يرجع تاريخه إلى القرن السابع؟ حقيقة مذكورة بكل وضوح مرتين في سورة النجم 53 وسورة القيامة 75. إذا كان القرآن الكريم ليس كلام الله، فمن أين أتت إذن هذه الحقيقة في هذا النص الذي تجاوز 1400 سنة؟ أضيف لكم هذه اللفتة للإعجاز العددي للقرآن الكريم والمتمثلة في جمع عدد الآيات التي تذكر هذا الإعجاز في كلا السورتين، والتي حقا تتطلب بحثا مغمقا. نلاحظ أن جمع أعداد الآيات في كلا السورتين هو 19 أو ضعف 19 عشر مرات. بربكم هل هذه صدفة؟ صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا، صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا، نفديك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا.